المخصومين اسقاط المخصومين بين قوسين لانه منذ 1990 بناء على التوصيات رسالة كوتش نائب رئيس البنكشر باش تعرفوا بان الطلبة كانوا كيناقشوا هاد المرسومين قبل صدورهما، لكن على الاساس كانوا الطلبة ما كيتسوسوش اللي هما حاليا اساسدة. كنا كنناقشوا هاد المرسومين قبل الصدور ديالهم لان الذهب الثابت للميتا كانت تتضمن هاتين المادتين اليوم كما جاء في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين كانت مقررة مسيرة في اتجاه العمالات أو الولايات على المستوى الوطني، ولكن كما تلاحظون على تطويق أمني قمعي رهيب الذي حال دون إتمام هذه المسيرة، واقتصرنا على وقفة احتجاجية لنودد بها كل أشكال العنف التي تطال الأساتذة المتدربين في مجموعة من المواقع خصوصا موقع إنزقان وموقع الدار البيضاء في الخميس الأسود، والذي كان يعني بمثابة كما ندد كذلك التصريحات المسؤولة لخارجة الإعلامية للمسؤولين وزير الداخلية رئيس الحكومة على التصريحات التدافع. ونحن ندد من هذا المنبر أقول بأنه لم يكن هناك تدافع. أنا شاركت في مدينتي في مسيرة مدينة فاس، كانت حصر قمعي تطويق قمعي، ولكن الأساتذة المتدربين قاموا بتجاوز هذا الحصار القمعي لتتم المسيرة ولكن في مدينة الدار البيضاء أو في مدينة إنزقان كان تدخل أمني عنيف. إذن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بمعية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، طلبة موقع الرشيدية، بالإضافة إلى أطر نقابية وتلاميذ وأساتذة ممارسين المتضامنين مع قضيتنا العادلة والمشروعة وكافة الإطارات النقابية المتضامنين مع قضية، وهذا كله جاء في البرنامج النضالي الوطني للتنسيق الوطني للأساتذة المتدربين. وشكرا.